انت تبي تختبر مدى بروده اعصابي؟ ما عندي برود اعصاب. سؤالك ساسي، انا في الدائره الثالثه يهمني راي هذا دورك كان الان في الحلقه انك تستفزني. خذ اللي تعتقد ذلك، خذ اللي تعتقد ذلك. اعتقد سؤالك مو طبيعي، تكرارك للسؤال ومقاطعتك هذه غير طبيعيه، غير طبيعية. سؤالك استاذ سعيد، انا والله انا ثقتي في ابو احمد خليته يختار محاورين، والله ولا كنت اعلم من يكون موجود. احمد يعني، وانا لما قال لي احمد ذي الفضل قلت اوكي ما عندي مشكله احمد. اسمع السؤال، ليش تظن اني انا ما خلينا بالسؤال، سؤال على اساس باقي لي سبع دقائق. سؤال، وجه السؤال. انا قلت